توجد ظواهر خلقية غير مرغوبة تتفشى في الأولاد، مثل ظاهرة الكذب والسرقة والسباب والشتائم والانحلال والميوعة. هل لهذه الظواهر من علاج؟ هذه الرذائل وغيرها تعالج ببيان خطرها على السلوك وخطرها في الدار الآخرة يوم القيامة، وعن طريق التعليم والمراقبة يمكن علاج هذه الرذائل، على أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلى أساس من التعاون. والله أعلم.